تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. سمعين الأعزاء، صبحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. خلال البرنامج إن شاء الله بنتطرق المواضيع صحية وطبية طبعا، وأكيد أتهمكم وتفيدكم، ويسرنا استقبال استفساراتكم، اقتراحاتكم، وأي ملاحظات عندكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. قبل ما أذكركم برقام التواصل ويانا، أرحب فريق العمل وياي اليوم في البرنامج: الإعداد نور نزال، التنسيق نجاة السويدي، والإخراج أيمن سرحيل. صبحكم الله بالخير جميعا. محدثتكم الدكتورة عاش البسطي. أذكركم برقم التواصل 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله ويانا. مثل ما عودناكم فقراتنا متنوعة، وبنتطرق الفقرات متنوعة خلال برنامجنا إن شاء الله، وطبعا طبية وصحية، وإن شاء الله تستفيدون منها في كل حلقة. مثل ما عودناكم بداية حلقتنا لازم نتطرق شوي لمواضيع السوشيال ميديا، وعندنا كذلك الفقرات التوعوية، واليوم موضوعنا جدا مهم من ناحية الفقرة التوعوية. بداية بنتطرق لاهتمامات السوشيال ميديا وأغلب ما يدور فيها ويانا الزميلة أسماء الجناحي. صبحت الله بالخير أسماء. عليكم السلام. دكتورة عاشة عليك وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. صبحت الله بالنور والسرور أسماء. أمس كنا نتكلم عن موضوع حطيناه وسألنا الناس فيه سكر. ما هو الأفضل؟ صحيح، السكر أم المحليات الصناعية؟ ومثل ما توقعنا الناس 82% كانوا يعتقدون السكر، و 18% كانوا يعتقدون المحليات الصناعية. لكن خلينا نشوف الانستغرام عدد الاشخاص وشو كانوا يظنون. 58% كانوا يظنون ان المحليات الصناعيه افضل من متابعينا في الانستغرام. في تويتر كانوا يعتقدون ان السكر اعلى. الجواب الصحيح هو المحليات الصناعيه لن تقوم بمساعدتك في تخفيف الوزن، والأفضل هو الاعتياد على استخدام السكر بكميات أقل عوضا عن استخدام المحليات الصناعية إن كنت لا تشكو من أمراض مزمنة. لكن نحن ننصح صح اللي عندهم السكري مرتفع، نعم، لكن مو بأي محليات صناعية، لازم تكون معتمدة من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية اللي هي FDA، وهاي مو بأي شيء موجود مكتوب عليه محليات، لأن هاي كلها كيميكلز. صحيح. فنحن أصلا ننصح الناس أن إذا أنت ما فيك سكري، ما فيك شيء، لا تأخذ محليات، عود نفسك على تقليل السكر. حتى المحليات الصناعية في بعض الدراسات، ما أعرف إذا هي معتمدة ولا لا، تقول إن احتمال جسم يعطي نفس مفعول السكر عند بعض الأشخاص. فعشان شيء نعود نفسنا على نمط الحياة الصحي، ما له داعي أزيد وأكثر يعني بس حسب إن استخدم أشياء. صح، وأحرم نفسي من شيء، بالعكس أقلل منه، أو أني يعني أحد منه بطريقة يعني عقلاني شوي بطريقة صحيحة. دكتورهم ما في حرمان، لأن بس الأشخاص يعني هو اللي يوهم نفسه إن أنت حارم نفسك، لكن بالتدريج إذا خفت يعني لا توقف مرة واحدة، بالتدريج ممكن عقب بتحس إذا أخذت شيء فيه سكر عالي أنت ما بتتقبله. صحيح. يعني مثلا أنا ليه حين ما أقدر أشرب قهوة مع سكر، بس صحيح. أنا عودت نفسي في سنة كاملة الحين ما أقدر أتقبل السكر، فها كله بالتعود. أنا براعم اللسان تبدأ تأخذ على الطعم الجديد بعد كل 30 يوم. صحيح. كل 30 يوم خفف شوية، كل 30 يوم
أعطى شوي تخفيف. وفي بدائل ثانية مثل العسل، مثل أشياء ثانية تحلي، وبالعكس تكون بس فوائدها أهم شيء أكثر، ما يكثرون منها، ما لأن لو يكثرون يشوفون شيء منها. طبيعي هذه نقطة جدا يعطونه. مهمة، وصراحة اسمع يعني أشيد بالمسابقة اللي سويتوها، أو أنك يعني اختبار المعلومة والإجابة بعدها، لأن هذا الشيء يثبت المعلومة أكثر وتخلي الشخص يدور ويفكر في المعلومة اللي طرحتوها أو السؤال اللي طرحتوه، ويرد يشوف الإجابة، فتثبت الإجابة عنده ويتعرف عليها أكثر وأكثر. فهذه جدا جميلة الفكرة في نشر المعلومات الصحيحة. ايه، لان في اشخاص يقولون لا تحرم، لا، وبالحق لما يسيرون في العزايم يا صحيح جماعه لا تسمعون كلام الناس، لان كل انسان جسمه يختلف عن الثاني، نسبه الحرق عنده مختلفه، صحيح الميتابوليزم ماله عالي، فكل يعني كل واحد عليه من نفسه. واذا عندك صحيح سؤال اخصائيين تغذيه ما يقصرون، ما شاء الله موجودين وايد موجودين في كل مكان، موجودين، كل مراكزنا الصحيه. وما يقصرون ويانا في كل حلقاتنا، تكون ويانا فقرة توعوية صراحة، ونشكر جهدهم أخصائيين التغذية، في كل حلقة يكون فقرة مميزة من فقراتهم. ونحن نختم بس بالرسالة الإيجابية، ستجد سرعة الأداء عندما تعمل ضمن فريق عمل متمكن، أما جودة الأداء ستجدها عندما تعمل مع هذا الفريق بروح الفريق الواحد. ممكن يكون مجموعة من الأشخاص، لكن هل هم قادرين على أداء هذه المهام؟ لازم كل واحد يكون متمكن من الشغلة اللي عنده، فهني راح نشوف الإنتاجية. مو خاص مجموعة أشخاص نقول روح الفريق، لا لا، روح الفريق بيكون إذا كان الشخص عارف وش قاعد يشتغل. ودمتم صحيح، بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة. أسماء الجناحي، فقرة السوشيال ميديا وما يدور فيها، شكرا لك مستمعينا. هاي كانت فقرة السوشيال ميديا وأغلب ما يدور فيها، وكان بخصوص السؤال اللي انطرح البارحة في مواقع التواصل الاجتماعي لهيئة الصحة بدبي، أيهما أفضل، السكر أم المحليات الصناعية؟ والإجابة كانت السكر، وانذكر تماما ليش اختيار السكر لهذه الإجابة. ونكمل مع فقرتنا التوعوية، واليوم موضوعنا جدا مهم، واللي هو يتكلم أكثر وأكثر عن تغذية مرض السيلياك، ويانا أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذ عبير عبد الله. صبحت الله بالخير أستاذ الله عبير. يصبحك بالخير، كيفك؟ الله يسلمك. حابين نتعرف أكثر وأكثر، خاصة أن السيلياك يعني بعد له انتشار، وكثير من المرضى يعانون من هذا المرض، وخاصة العلاقة كبيرة لأنه يأثر أكثر شيء على الجهاز الهضمي، فله علاقة صحيح. كثيرة في التغذية، فممكن نتعرف أكثر وأكثر بخصوص تغذية مرضى السيلياك. هلا، هو مرض السيلياك مرض مناعي. نعم، لما الشخص او المريض ياخذ اي شيء فيه جلوتين، اللي هو موجود اكثر شيء بالقمح، بروتين الجلوتين، بيصير جهاز المناعه بيهاجم الامعاء، نعم يعني بتبسيط للمرض. فهو حله الرئيسي انه نتجنب الجلوتين نهائيا من الاكل، يعني بده يكون يمتنع نهائيا عن اكل الجلوتين. هذا المرض ما له شيء يشفيه الا انه نوقف الجلوتين. هلا في اعراض امراض ثانيه او حالات ثانيه بتتطلب انه نوقف الجلوتين، وهون المرضى بيخلطوا بينها وبين مرض السيلياك. في ناس عندها حساسيه من الجلوتين، صحيح، فهذا في فرق بين الحساسيه من الجلوتين سوري السيلياك. السيلياك ايوه هو مرض مثل ما قلنا بيهاجم المناعه، بيهاجم الامعاء. اما الحساسيه من الجلوتين فهي مرات بيكون او القمح هيك مثل الاعراض الحساسيه من اي شيء ثاني، ممكن حكه، ممكن احمرار بالجلد او شيء. هي مشكله السيلياك انه الجلوتين موجود بكثير من الاشياء اللي بناكلها، يعني معظم الاشياء الموجوده بالسوق، الخبز تبعنا معظمه مصنوع من القمح، صحيح، البسكوت، المعكرونه، في كثير اشياء مثلا ممكن نلاقيها بالسوق، الكورن فليكس، السيريال، اشياء بيشتروها الاطفال ممكن ما تكون مصنوعه من القمح بس فيها جلوتين. فدائما بده ينتبهوا المرضى انه قبل ما يشتروا اي شيء يقروا عليه ويتاكدوا انه جلوتين فري او خالي من الجلوتين، نعم لانه هو مثل شيء بيستخدم للطحين عاده بتحضير كثير اشياء. صحيح، فكتير بدهم ينتبهوا، لأنه ما فينا نوقف الخبز ونصير ناكل الجلوتين من مصادر تانية ما استفدنا شيء. انت بس حتى لو أخذنا كمية قليلة بيتحفز جهاز المناعة،
مش نوقف خبز وناخذها من اشياء ثانيه بدون ما ننتبه. صحيح، وهي نقطه جدا مهمه، لان الناس تربط القمح بس بالخبز، الخبز. ما تربطه هو فعليا بكثير، اذا بتروحي على السوبر ماركت وبتقري المكونات تبع معظم الاشياء بتلاقي فيها جلوتين. صحيح، فهي المهم ننتبه. وحتى احيانا مثلا اذا بنلاقي خبز خبز ذره ولا خبز رز بده يكون مكتوب خالي من الجلوتين، لانه احيانا ممكن يحضروه باوعيه محضر فيها شيء فيه طحين قمح، فهذا بسموه مثل الكونتامينيشن، فكمان بيكون فيها جلوتين، فبده ينتبهوا كثير منيح انه يكون مذكور عباره خالي من الجلوتين. صحيح، وهي نقطه جدا مهمه. فاما في ناس ثانيين بيكونوا حساسيتهم من القمح بس، هدول مشكلتهم بس القمح مش الجلوتين. نعم، فأي شيء من القمح بيكنسلوه، بس الجلوتين اللي من مصادر غير القمح عادي، وبتكون عادة هاي بس حساسية، يعني مثل ما قلت لك مثل أعراض الحساسية من أكل تاني، ما بتأثر على الجسم مثل السيلياك. نعم، وبتكون يعني أعراض الحساسية موجودة، يعني حكة بالجسم، احمرار، يعني أعراض الحساسية. أيوة، لأنه هاي بتبين فورا، يعني أول ما ناكل بعد نص ساعة ممكن يبين أعراض الحساسية. السيلياك مش هيك، السيلياك بده على، وممكن يأثر مثلا على نسبة الهيموجلوبين بالدم، لأنه بيأثر على امتصاص الأغذية من الأمعاء لما يصير يهاجمها جهاز المناعة. بيحس الواحد بانتفاخ في بطنه، يحس بالإسهال، يعني في أعراض للجهاز الهضمي والأمعاء كذلك. صح، وبتأثر على المدى البعيد إذا ضلينا لفترة طويلة ما معالجين السيلياك، لأنه الامتصاص من الأمعاء بيصير ضئيل، فبيصير كتير في نقص بالفيتامينات والمعادن بالجسم. صحيح، وهو حل الوحيد مثل ما قلنا أنه نوقف الجلوتين. نوقف الجلوتين، هذه ونفس ما ذكرتي بخصوص نركز على المنتجات كذلك غير الخبز اللي تكون لأنه الخبز خالية من واضحة الجلوتين. الكل عارفها، بس قبل ما نشتري شيء خاصة أشياء معلبة باكيتات أو شيء لازم نقرأ عليها كثير منيح. أستاذة عبير، كلمة أخيرة توجهينها لجمهورنا المستمعين الكرام بخصوص نفس الموضوع، تغذية مرضى السيلياك. مثل ما قلنا أهم شيء أنه يقروا على المنتج، ودائما ندور على البدائل. لما نسمع عن أي مرض أو شيء لازم نستبعد نوع من الأكل المعين، بنحسه أنه كتير صعب، بس دائما في بدائل لكل شيء. سبحان الله، الله خلق صحيح كل شيء وإله بديل. صحيح، فالمهم نحن ما نيأس، ودائما نحاول نحصل البدائل الأفيد لنا. صحيح صحيح، أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذ عبير عبد الله، شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لك مستمعينا، هذا كان موضوعنا بخصوص تغذية مرضى السيلياك، وتكلمنا أكثر بخصوص يعني يجنبون الأشياء اللي تحتوي على الجلوتين وخاصة القمح، وكذلك إذا الأشياء الثانية اللي يستخدمونها مثل قلنا مثلا البسكوت أو أنواع الخبز الثانية، نتأكد أن يكون مكتوب عليها خالي من الجلوتين أو الجلوتين فري. هذه هو بخصوص فقرتنا التغذوية، طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم مواضيع مهمة تفيدكم إن شاء الله. صحة وسعادة مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600-554-1414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. طبعا في فقرتنا هذه بنتكلم أكثر وأكثر عن تحدي دبي للياقة 30 by 30، ومشاركة الهيئة كذلك في هذا التحدي. وصرنا يكون ويانا اليوم الأستاذ حمزة عباس، مدير مشروعات الأنشطة الرياضية والمجتمعية في هيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير أستاذ حمزة. هلا، صباح الخير. طبعا الحين بيبدا التحدي اللياقه اللي هو 30 by 30. عطنا نبذه عن مشاركه الهيئه في هذا التحدي. بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا على المقابله. بخصوص مبادره 30 by 30، هي مبادره الشيخ حمدان بن محمد من خلال دائره السياحه. نعم، وبالتالي الهدف الاساسي من هاي المبادره ان تحويل دبي إلى مدينة عالمية للرياضة، وهدف الثاني تثقيف المجتمع الإماراتي أو مجتمع الإمارات بصفة خاصة أن الرياضة تكون أسلوب حياة لهم. وبالتالي خلال هذا الشهر أن هاي البرنامج موجودة لجميع الدوائر، جميع الفئات المجتمع، الشباب الكبار الصغار كلهم يكونون الجميع مشاركين في هالفترة 30 يوم. وبالتالي نحن كهيئة الصحة الحمد لله من ضمن المؤسسات الحكومة دبي مهتمين ونعطينا اهتمام كبير من قبل معالي حميد القطامي ان 30 by 30 لازم يكون
تحدي كبير، وخاصة نحن هيئة الصحة نحن عندنا جزئين، صحيح. الدوائر الثانية عندهم فقط، لأن هذه مبادرة تحدي رياضة في رياضة صحيح فقط، بس نحن كهيئة الصحة عندنا جزء صحي صحيح الموجودين يعني، وبالتالي نحن أمور شوي يكون تحدينا أكثر، تحدينا أكثر أكيد، خاصة نفس ما ذكرت يعني يمكن هيئات ثانية بس من ناحية الرياضة، بس إحنا الصحة والرياضة بالضبط. شو يميز مشاركة الهيئة هذا العام؟ المشاركة الهيئة كما في نسختين السابقتين اللي كنا قبل، نحن كهيئة الصحة زي ما قلت نحن نأخذ جزئين، الجزء الأول صحي، نعم، الجزء الثاني رياضي. الجزء الصحي لأن نحن هيئة الصحة، إذا مهتمين بصحة المجتمع، وبالتالي من خلال هالمبادرة فرصة جيدة نحن كهيئة الصحة أن نبادر مبادرات صحية للمجتمع، للناس اللي يمارسون رياضة في الحدائق في أماكن، هذا نكون نحن عندنا منصة رياض، منصة صحية موجودين يكون في هذا. بس أنا بترك الموضوع عن شو بيكون في الصحة موجود لأصحاب الشأن اللي هم أدرى مني في هالمواضيع. والجميل كذلك أستاذ حمزة، ملاحظتنا بما أني أنا موظفة في هيئة الصحة بدبي، أن حتى على يعني كمبيوتراتنا، على جهاز البانشينج أو البصمة الحضور والخروج، محطوطة بخصوص يعني مثل اللي تشجيع الموظفين للمشاركة في أن يذكرونك اللحظة بخصوص التحدي 30 في 30. كذلك هالشيء يعني يعكس أن عدد كبير إن شاء الله من الهيئة نفسها بيشارك في هذا التحدي، تحدي اللياقة، وهالشيء جدا جميل. يعني لاحظت أنا من فترة تبتدي الإيميلات توصل، اشتركوا بهالطريقة، السكرين للكمبيوتر شاشة نفس الشيء، نفس ما قلت لك البصمة، هاي ذكرنا في الدخل والطلعة أن في تحدي قادم، فهذا تشجيع من الهيئة أن نحن الحمد لله كهيئة الصحة من خلال إدارة الإعلام والتسويق المؤسسي كان في عدة اجتماعات معهم بخصوص الترويج لهذه المبادرة كهيئة الصحة، صحيح. والحمد لله قاموا بالترويج من جميع أدوات التواصل، إنستغرام، فيسبوك، تويتر، الأجهزة الموجودة في المستشفيات، في قطاعات مراكزنا، كل شيء متوفر للموظف. يعني أنت يوم تيجي في الصبح دوام في الحين ان شاء الله مرحله جايه بنحط شكل بوكسات اعلاميه عند الباب الرئيسي لكل مستشفى، الموظف يوم جاي صبح يعرف انا في الشهر هذا ما شاء الله. وبالاضافه الى محطين منسقين لكل المستشفيات ولكل القطاعات، المدراء التنفيذيين يكون عندهم علم بان هذا الشهر في تحدي، كان احنا هيئه الصحه نكون من الدوائر الاوائل لدعم هاي المبادرة، وبالتالي إدارة الإعلام الحمد لله قائمين بالواجب، وكلمة شكرا شوي على حقهم. صحيح. يعني صحيح، وهاي الملاحظة لاحظيتها يعني فترة أن هالشيء يذكرك بهالفعالية أول بأول ويشجعك أنك حتى تكون في هذه الفعاليات. بالإضافة نحن الحين خلال الفترة الماضية بارحة، بارحة وبارحة تمس، نحن كنا سوينا تصوير لبعض الشباب والبنات عشان التحدي، نحن كهيئة الصحة مستعدين بالفيديو بالصور، ان شاء الله خلال اليومين هذه ينزلون صور وفيديو انك نمارس رياضه، كان احنا كشباب او موظفين بهيئه الصحه ان قبلنا التحدي ونحن ان شاء الله بنشارك في التحدي، وهذا يشجع اكثر واكثر الموظفين كذلك اللي موجودين لنا او حتى اللي موجودين في الهيئات الثانيه. يعني هذا جدا تشكرون على هذا المجهود وكذلك على هذا التشجيع. نحن نبغى نحفزهم انهم يسجلون في البرنامج في الموقع 30 باي 30، من يسجل لازم يفعل البرنامج، لازم يمارس نشاط، مو بنشاط نحن نسوي له فعالية بس، هو من نفسه من نفسه يمارس نشاط في بيتهم، رايح مول، رايح على البحر يتمشى، يشغل البرنامج لمدة 30 دقيقة، يسوي برنامج سهل يعني ما في شيء يعني، و30 دقيقة يعني وثاني شيء إنسان إذا تعود على شيء يسوي في الفترة شهر يكون عقب عادي عنده، يتعود بيتعود على الرياضة اللي يسويها، وهذا بيكون سهل عندي. إذا أنت ما متعود شوي إنسان يتكاسل إنه يقوم ويسوي وهذا، بس لمدة شهر يسوي نص ساعة بيكون في تعود هناك. والحمد لله نشوف الرياضيين وثقافة رياضية في مجتمع الإمارات بصفة عامة يعني، ومدينة دبي بصفة خاصة، يعني
في ما شاء الله لو تمرين على المضامير الموجودة في الفرجان وفي المناطق وهذا مهيئة جدا يعني حكومة ما مقصرة في هالمواضيع أبدا سواء للأشخاص بتمشي أو الأشخاص الدراجات تستخدم الدراجات أي شيء عندك يعني الحمد لله متوفرين لنا كل شيء ما على الإنسان صحيح. أنه اللي يمارس النشاط ويحافظ على صحته صحيح أستاذ حمزة شو أهمية مشاركة الهيئة بهذا التحدي هي شو ما من هي التحدي نحن إن نكون بأكثر عدد من الموظفين الموجودين بالهيئة نحن الحمد لله حوالي 12,000 من 12,000 يعني لو شاركنا بحوالي 10,000 صح بيكون رقم قياسي صحيح يعني نحن ما مقار يعني عددنا نحن ما يقل عن مثلا ما أقول عن البلدية أو هيئة الطرق وهذيله نحن ممكن فارقين عن الشرطة فقط يعني بين الأعداد الموظفين اللي عندهم هذا وبالتالي نحن نحفز موظفينا ونحن كهيئة الصحة ما نبغى ننقل عن صحيح. الآخرين نكون نحن في التحدي معاهم يعني صحيح ونفس ما ذكرت نحن مسؤوليتنا مو فقط الرياضية مسؤوليتنا الصحية كذلك صحيح أستاذ حمزة حابين نتعرف أكثر وأكثر عن مشاريعكم أو خلال مشاركاتكم في الفعاليات اللي جرت في دبي خلال هذه الفترة والله ما شاء الله شهر 10 ها شهر فعاليات وشهر 11 شهر فعاليات جميع أنواع الفعاليات نحن أمس بدينا بطولة تاريخ 12 بطولة شيخة هند نعم كل الألعاب الموجودة نحن كهيئة الصحة شاركنا بالألعاب الفردية تنس بادمنتون السباحة دراجات بنشارك سبارتنج ريس بنشارك شطرنج مشاركين يعني معظم الألعاب نحن مشاركين نحن بدينا الحين 3 أيام شاركنا في الشطرنج وشاركنا في التحدي وشاركنا في بادمنتون عندنا باتشر مشاركين إن شاء الله وبالتالي نحن جاينا بعدين عنا سبورت عنا سباق تحدي يسمونه سكاي ريس هو 52 طابق دري وعندنا سباق الركض العمودي عمودي هذا عندنا خلال تاريخ 25 هذا وتاريخ 12 او لا تاريخ 23 ان برواز هما بلدية دبي برواز اللي في حديقة زعبيل نعم بعد نفس تحدي. الشيء تحدي المشاركين بعد معاهم الحمد لله في مشاركات كبيرة للهيئة يعني بالنسبة للركض العمودي يعني كتجربة يعني يشدك العنوان بالضبط تضطر بالضبط. تفتح الإعلان اللي يطرش لك يعني العنوان يلعب دور كبير أشكركم على هالشيء أنا حتى عنوانكم يعني العنوان اللي تختارونه يشجع الواحد يدخل ويشوف شو أهم الأشياء أو اللي الأشياء اللي موجودة لأن هذا هالفعالية فعالية تحدي قوي صراحة لأن 52 طابق صح احسبي كم دري طلع والنفس شوي أمرها الهنية بس الطلعة إن شاء الله إحنا عدد معقول مشاركين فيه ما شاء الله مشاركين أستاذ حمزة طبعا أنتم ما شاء الله شاركتوا في معظم الفعاليات وتشاركون بعدكم في جائزة الشيخة هند في الفعاليات موجودين يعني هذا يطلب عدد كبير من الموظفين كذلك في المشاركة أو الاهتمامات كذلك فإذا موظف عنده اهتمام أو عنده حابب ينضم لكم فكيف يتواصلوا ياكم نحن عندنا موقع سبورت خاص باللجنة الرياضية كل إنسان أي موظف في هيئة الصحة يطرش هذا وحين معظم الموظفين يعرفون الموقع كليا نحن في بطولة شيخة هند مشاركين حوالي 50 موظفة ما شاء الله في كل الألعاب يعني ما شاء الله 50 موظفة مشاركين فيهم في بعض بعض الموظفات مشاركات في 3 ألعاب على الأقل يعني في يعني شطرنج وتحدي وسيكل دراجات مشاركين وبالتالي عنصر إنساني الحمد لله في هيئة الصحة في نشاط يعني الحمد لله أستاذ حمزة أتمنى لكم كل التوفيق كلمة أخيرة توجهها كلمة أخيرة أنا أحب أشكر أنتم كلمة شكر شوي عليكم في البداية أصلا شهادتي أنا فيكم مجروحة بس حبيت أشكر أخواني في اللجنة الرياضية دائمين قائمين وياي اللي هم الأساس في اللجنة أنا فرد فيهم بس هم الأساس اللي يقومون بكل المبادرات كل العمليات بالتحضير وهذا إخواني في اللجنة الرياضية أنسى اسم حد يعني بصفة عامة يعني كلهم مقصرين من فريق النسائي اللي عندي أنا نحن فريق نسائي بعد الأخت حواء وإيمان وحنان وآمنة هذه الفريق النسائي مسابقات مبادرات نسائية هم ينسقون هم يتولون كل الموضوع وعندنا فريق شباب بالنسبة للشباب وبالتالي أقول لهم شكرا وما قصرتوا كيف كل شيء
شكرا للأستاذ حمزة عباس مدير مشروعات الأنشطة الرياضية والمجتمعية، شكرا لك، ونتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق سواء في تحدي اللياقة 30 في 30 والتحديات الأخرى كذلك. مشكورة، شكرا. سلام. شكرا سلام. لك أستاذ حمزة. مستمعينا الكرام، هذه كانت فقرتنا بخصوص مشاركة الهيئة بتحدي دبي للياقة 30 في 30. طالعين فاصل إن شاء الله وراجعين لكم. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، حياكم الله مرة ثانية ويانا في برنامج صح وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. بنتطرق في فقرتنا الثانية في البرنامج الشيء جدا مهم وله أثر كبير كبير على ناس وايد وينقذ حياة ناس كثيرة، وهو شيء جدا بسيط للناس اللي عنده هذا الشيء. والأهمية هالشيء يمكن تلاحظون أن نتطرق له يعني في كثير وكثير في خلال برنامجنا صحة وسعادة. اليوم بنتكلم عن الحديث عن حملات التبرع بالدم اللي ينظمها مركز دبي للتبرع بالدم. طبعا الكل لا يخفى عليه أهمية هذا الشيء، يعني خاصة الدم بالنسبة لناس كثيرة، ونفس ما تحدثنا قبل يعني يمكن شيء واحد يعني نتبرع بس بالدم، بس يستخدمونه لحالات كثيرة تستفيد منه وتنقذ حياة ناس كثيرة. اليوم بتكون ويانا إن شاء الله الدكتورة مي رؤوف مديرة مركز دبي للتبرع بالدم بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتورة. صباح النور والسرور، أهلا وسهلا. أهلا دكتورة. دكتورة طبعا بداية نشكركم على مجهودكم في مركز دبي للتبرع بالدم، وخاصة من ناحية الحملات في التبرع بالدم، وحابين نعرف وتعطينا نبذة عن حملات التبرع بالدم اللي نظمها مركز دبي للتبرع بالدم. نعم طبعا احنا نشكركم كثير لأنه من خلال هذه البرامج نوعي الجمهور حول أهمية التبرع بالدم. فأحب أذكر بالبداية أنه لحد الآن مع تقدم الخدمات الطبية والعلوم بصورة عامة لا يوجد بديل لدم الإنسان. صحيح. فإحنا بحاجة يوميا إلى تبرع الأشخاص الأصحاء لتوفير الدم في نهاية اليوم للمرضى المحتاجين، وطبعا هذه الاحتياجات في زيادة بسبب توسع الخدمات الصحية خصوصا في إمارة دبي. احنا طبعا مركز دبي للتبرع بالدم في هيئة الصحة هو المركز الوحيد داخل إمارة دبي للتبرع بالدم، وحتى نغطي احتياجات المستشفيات ونكون قريبين على المتبرعين في أماكن تواجدهم. نعمل يوميا لا يقل عن حملتين خارج المركز لسحب الدم، وهذه حملات التبرع بالدم تكون يا أما عن طريق حافلات التبرع بالدم اللي هي الباصات المتنقلة. نعم. أو مرات في أماكن ثانية يكون في عندهم قاعات، فنحط أسرتنا وأجهزتنا ونكون جاهزين لاستقبال المتبرعين. ومن خلال هذه الحملات طبعا ننشر الوعي والثقافة حول أهمية التبرع بالدم، نخبر الجمهور عن فوائد وشروط التبرع بالدم، ونسحب كميات الدم لأن يكون سهل على المتبرع أنه موجودين قريب مكان سكنه أو قريب مكان عمله. نعم. تبين إحصائيات المركز أنه في عام 2018 نعم. الحمد لله قدرنا أن نعمل 653 حملة للتبرع بالدم. ما شاء الله عدد كبير. نعم، فهذه طبعا الحملات هي المصدر الرئيسي لوحدات الدم اللي تم صرفها للمستشفيات. وإحنا حتى نسهل للجمهور لأنه ممكن الجمهور يقول إحنا ما نعرف وين هذه الحملات وكيف نوصل لها، فممكن لأي شخص يحب يعرف إذا في حملة قريبة عن مكان سكنه أو عمله. نعم. الاتصال بالمركز الاتصال. نعم. التابع لهيئة الصحة في دبي، حيث إحنا نقوم أسبوعيا يعني قبل لا يبدأ الأسبوع نعطيهم جدول وين تواجد حافلات التبرع بالدم أو الحملات التبرع بالدم، فممكنهم أي وقت يشوفون روحهم أنه ممكن اليوم يريحوا يتبرع أو بكرة يتبرع يتصل بمركز الاتصال وهم يخبروه عن مكان التبرع بالدم. ممتاز.
نعم، وهذه الحملات يكون بها توعية وتثقيف ومعلومات وفحص طبي، وبعدها إذا الشخص يكون مطابق للشروط ممكن يكمل الإجراءات ويتبرع بالدم. ممتاز، يعني مو من البداية على طول، يعني حتى لو كانت الحملات خارجية مو من البداية على طول ينأخذ دم الشخص، يعني تكون في تثقيف وتوعية وفحص وبعد ذلك يعني يكون التبرع. نعم، يعني احنا طبعا اول شيء نحب نأكد انه سواء الشخص تبرع في المركز او تبرع في خارج المركز، يعني في حملات التبرع بالدم الإجراءات سليمة ومعتمدة. ممتاز. وطبعا في نفس الخطوات بالضبط راح يقوم فيها داخل المركز وخارج المركز، راح يعبي الاستبيان، لازم يكون عنده إثبات هوية، يعبي استبيان التبرع بالدم اللي هو للتأكد من أنه شروط التبرع بالدم متوفرة في المتبرع، وبعدين تشوفه نيرس وممرضة وتقوم بإجراء الفحص الطبي السريع وإعلامه إذا هو يقدر يتبرع، وإذا لا يستطيع التبرع كذلك يتم إعلامه ليش هو ما يستطيع يتبرع، وهل مثلا ممكن يتبرع بعد فترة أو لا، وفي معلومات تثقيفية وتوعوية لازم يوقع يقراها ويوقع عليها المتبرع ثم يتوجه إلى التبرع بالدم. وبعدين طبعا بعد التبرع بالدم في معلومات لما بعد التبرع بالدم يتم إعطائها على ورقة وشرحها للمتبرع ويرتاح شوية بعد التبرع، نتأكد أنه هو تمام، ثم يترك الحافلة أو مكان التبرع بالدم مشكور. ممتاز، وهالشيء يسهل على المتعاملين كثيرا أو يعني اللي حابين يتبرعون بالدم أن تتوفر هذه الحافلات أو مناطق التبرع بالدم بالقرب منهم وأي وقت، يعني ويقدر الواحد يتواصل مع مركز الاتصال اللي هو 803-4-2 أساس يعرف، نفس ما قلت دكتورة مي، يعرف أماكن وجود هذه الحافلات المخصصة للتبرع. نعم، وإحنا طبعاً عندنا حالياً حافلتين، هيئة الصحة تملك حافلتين مجهزة بأحدث الأجهزة للتبرع بالدم، وإن شاء الله في جون عام يعني شهر 6 عام 2020 بإذن الله بتوصلنا الحافلة الثالثة لتمكننا من إجراء عدد أكبر من حملات التبرع بالدم. وكل هذه الحافلات طبعاً مجهزة، فيها تلفزيون، فيها كراسي متحركة، كذلك يطبق فيها نظام دمي الذكي الموجود في حافلات التبرع بالدم. ممتاز. وهو طبعا تطبيق ذكي يقصر من وقت الخدمة حتى نكون عملية التبرع تكون مريحة وسريعة بالنسبة للمتبرع بالدم. دكتورة مي، عرفنا أن في بطاقات تحفيزية أطلقها المركز، فحابين نعرف فكرة عامة عن هذه البطاقات. نعم، احنا من عام 2018 اطلقنا بطاقات للمتبرعين بالدم تحفيزية، وهي طبعا مرتبطة بعدد التبرع بالدم، فخمس فئات عندنا للبطاقات، تبدي بالبطاقة الزرقاء وهي للمتبرعين اللي تبرعوا بين مرة الى 10 مرات، إذا عبر 10 مرات وإجا يتبرع للمرة 11 يتحول أوتوماتيكيا بالنظام إلى البطاقة الفضية، وأدنى بعد هذا من 11 إلى 20 فضية، ثم من 21 إلى 30 البطاقة الذهبية، ثم من 31 إلى 40 البلاتينية، وأدنى اللؤلؤية اللي هي أكثر من 40 مرة. وكتحفيز وشكر للمتبرعين بالدم اللي احنا طبعا نتصل فيهم دائما نقولهم مثلا عندنا حالة طارئة تعالوا تبرعوا، أو الناس اللي تتبرع بصورة منتظمة بدون الاتصال فيها، فاللي يحمل البطاقة البلاتينية واللي يحمل البطاقة اللؤلؤية يفوت مع أصحاب الهمم، يعني ما ينتظر الدور، إذا يأتي إلى المركز للتبرع بالدم أو في حملات التبرع بالدم وهو من الفئة البلاتينية أو اللؤلؤية، فيعتبر من أصحاب الهمم، والكيو سيستم يأخذ رأس فورا إلى الإجراءات بدون الانتظار. فهذا هو طبعا من جهتنا هو شكر وتقدير للمتبرعين بالدم اللي يواظبون على التبرع بالدم ويأتون للتبرع مرات عديدة، طبعا كلهم متبرعين طوعيين يتبرعون بدم، دائما أنا أقول لناس ما يشوفوهم طول حياتهم. صحيح. فهو التبرع بالدم من أنبل الأعمال الإنسانية
اللي ممكن أن يقدمها أي شخص وأي فرد في المجتمع لمريض محتاج وحياته تعتمد على نقل الدم. صحيح، ومن مريض واحد دكتورة، يعني يمكن أكثر عن مريض يستفيد من هذا الجزء البسيط اللي يقدمه أي شخص يتبرع بدمه. نعم، كل متبرع يتبرع بالدم الكامل احنا نسميه، هذا الدم ما يروح للمريض كدم كامل، يذهب إلى مختبراتنا ويتم استخلاص مكونات الدم. فممكن من الدم الكامل نحضر كرات دم حمراء مركزة اللي هي تروح للمرضى اللي عندهم فقر دم، ونطلع الصفائح الدموية اللي تعالج حالات النزيف، ونطلع من الدم الكامل بلازما الدم اللي تستعمل للمرضى اللي عندهم مثلا حروق أو يكون عندهم حجم الدم ناقص لأسباب مختلفة. وممكن نطلع شيء رابع اللي يسموه الراسب القري اللي هو يحتوي على عوامل التخثر. فالمتبرع بالدم الواحد يساهم في إنقاذ حياة 3 إلى 4 أشخاص، طبعا بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. فنعم يساهم في إنقاذ حياة أكثر من مريض. من مريض. نعم. ونفس ما قلتي دكتورة، يعني شيء كبير أنك أنت تتبرع لشخص أو تحاول تساعد شخص يمكن أنت ما تعرفه، ما تشفته وما بتشوفه، يعني هذا شيء جدا طبعا نعم، المتبرعين من يتبرعون ما يعرفون هذا الدم حيروح لأي شخص، شو ديانته، شو جنسيته، شو لونه. يعني هو لذلك يعني تشوفين أنه هذول المتبرعين اللي يجون يتبرعون بصورة مستمرة ويتعنون، يعني مثلا يجي للمركز ويوقف سيارته ويفوت بالإجراءات، يعني حقيقة من عمل إنساني نبيل والله يجازيهم خير، لأنهم يتبرعون الناس ما يعرفوهم وما حيشوفوهم ولا يعرفون دمهم وين لح يروح. بس طبعا يعني أنه ثقتهم بالمركز أنه هذا الدم يستخدم لعلاج المرضى، وطبعا بدون هذا الدم ما تقدر بنوك الدم في كل العالم تشتغل، لأن لا يوجد بديل لدم الإنسان. وفي دولة الإمارات لا يوجد استيراد للدم. صحيح. وهذا طبعا شيء جدا جيد، اللي هي واحدة من القرارات الموجودة في نظام نقل الدم في دولة الإمارات أنه لا يستورد الدم، وهذا حفاظا على سلامة نقل الدم في الدولة. فإحنا نعتمد على المتبرعين الطوعيين والموجودين داخل الدولة، والدم مفحوص وفي مبالغ طائلة تصرفها حكومة الإمارات على بنوك الدم داخل الدولة لإجراء الفحوصات للتأكد من سلامته. صحيح. دكتورة مي، طبعا نسمع يعني كثيرا عن شيء اسمه فصائل الدم النادرة، فحابين نعرف فكرة عامة عن هذه الفصائل. نعم، احنا طبعا دائما نسمع انه فصائل الدم مثلا هذا الشخص صنف دم اي موجب او بي سالب. فاصناف الدم هي عادة العامة احنا نسميها هي الاي والبي والاي بي والاو، وكل واحدة منهم ممكن تكون بعامل ريسس، وعامل الريسس ينطيها الإيجابية أو نقول مثلا ما عنده الجين فنسميه سالب. فلذلك تسمعين أي سالب بموجب، هذه هي الأصناف العامة. بس إحنا في بنوك الدم ما نكتفي بس بتصنيف أصناف الدم بالأصناف العامة، في أدنى أصناف داخل هذه الأصناف، يعني تصنيف دقيق خلينا نقول أنه لكل هذه أصناف الدم. لأن في بعض المرضى خصوصا المرضى اللي يتم نقل الدم لهم عدة مرات، مثل مرضى الثلاسيميا أو مرضى الأمراض الوراثية أو الأمراض النسفية أو أمراض لا سمح الله السرطانية، هذول المرضى يستلمون بصورة مستمرة دم، فيبدي يصير توافق دمهم مع دم المتبرع أصعب وأصعب. فنحتاج أنه مش بس نعطي فصائل عامة، نروح بالفصائل الفرعية الدقيقة. نعم. فيصير عندنا حالات أنه المريض صنف دم الدقيق ما موجود بكمية كبيرة، هذه نسميها نادرة أو نسميها قليلة التواجد. ففي هذه الحالة لازم نوفر له دم بالضبط مثل صنف دم الدقيق وليس العام. يعني يمكن واحد يكون صنف دم أي موجب ويحاولون يسووا له تطابق مع مثل 50 وحدة دم من الأي موجب، كلها تطلع غير مطابقة. ليش؟ لأنه صح هو أي بوزيتيف ودم المتبرع أي بوزيتيف، بس هناك تصنيف دقيق غير متطابق بين المريض والوحدات الدم من المتبرعين بالدم.
في هذه الحالة لازم نروح نلقي متبرع يكون صنف دمه دقيق بالضبط مثل دم المريض. والحمد لله احنا في مركز دبي للتبرع بالدم دائما نقول انه احنا نسحب تقريبا 50% من وحدات الدم المسحوبة على مستوى الدولة، يعني سحب الدم عندنا عالي جدا لان الطلب عالي جدا في إمارة دبي. فعندنا سجل لهذه الأصناف الدم القليلة الوجود، ويتم بصورة مستمرة الاتصال بالمتبرعين حتى نتأكد أنه موجود في الدولة، أنه ما غير عنوانه ما غير رقم تليفونه، لأنه دائما يصير عندنا حالات أنه نضطر نتصل بيه ونقول له أنه في مريض محتاج بالمستشفى الفلاني فياريت تجي وتتبرع لنا بالدم. والحمد لله أنهم ما يقصرون يجون يتبرعون. ونشرنا قبل فترة خبر في الصحف الرسمية قلنا أنه إحنا كم ساعدنا خلال 2018 في كان حالة في مستشفى كليفلاند في أبو ظبي، وكانت صنف دم المريضة قليل التواجد، يعني مو نادر جدا، لأنه نادر جدا معناها أعداد قليلة بالعالم عندهم، بس هو قليل الوجود. وحصلنا المتبرعين واتصلنا فيهم وسحبنا دم ونقلنا الدم إلى مستشفى كليفلاند. في مستشفيات خاصة في دبي كذلك الخاصة يكون عندها حالات قليلة تحتاج أصناف معينة، فنضطر نتصل بالمتبرعين ويجون يتبرعون. إحنا حاليا من سنة 2017 النظام الإلكتروني اللي موجود في المركز حديث، واللي نأمله حتى نتأكد من وجود سجل نرجع له بالنسبة للأصناف نجدده، ودائما نتصل بهم وعاملين لهم سجل خاص ويتم التواصل وياهم حتى نقدر نضيف متبرعين جدد لهذه القائمة النادرة أو قليلة التواجد. ممتاز. ونكون مستعدين إذا لا سمح الله أي مريض يحتاج فنكون مستعدين لتوفير الدم. دكتورة، نعم. عندنا سؤال على عجالة لأن وقت البرنامج أقل عن دقيقة باقي لنا من الوقت، كم مدة صلاحية الدم بعد التبرع؟ كريات الدم الحمراء تبقى 42 يوم. نعم. وصفائح الدم كريات الدم الحمراء المركزة تبقى 42 يوم مدة صلاحيتها بعد التبرع. بينما الصفائح الدموية صلاحيتها 5 أيام فقط. نعم. وبلازما الدم ممكن تجمد لمدة سنة بعد التبرع. ممتاز ممتاز، نتمنى لكم كل التوفيق دكتورة مي في حملاتكم وكذلك في خلال تواجدكم وتشجيعكم على التبرع والمجهود اللي تبذلونه، لأن هذا الشيء جدا ما بسيط، جدا كبير وينقذ حياة ناس وايدة. دكتورة مي رؤوف مديرة مركز دبي للتبرع بالدم بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. يا ألف أهلا وسهلا. شكرا لك، نتمنى لكم كل التوفيق دكتورة مي. مستمعينا، هذه كانت حلقتنا لليوم وختمناها بالحديث عن حملات التبرع بالدم. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد نور نزال، في التنسيق نجاة السويدي، وفي الأخراج أيمن سرحيل، شكرا يعطيكم العافية، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. إن شاء الله نلقاكم باكر على نفس الوقت الساعة 10 الصبح، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.